السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، تغطية متواصلة على قناة المغاربية. أكد الجزائريون مرة أخرى وبالملايين في الجمعة 18 وحدتهم، مؤكدين على رفض خطاب العنصرية والتفرقة وإصرارهم على مطالبهم لتغيير النظام وبناء دولة الحق والقانون، ردا على خطاب قائد الأركان من بشار الذي حذر فيه من رفع راية أخرى غير الراية الوطنية. هذا ما دفع الجزائريون للخروج بقوة في مسيرات الجمعة للرد واستنكار لخطاب القائد صالح الاستفزازي والعنصري حسب أقوالهم وشعاراتهم. تميز الحراك في جمعته 18 بشعارات قوية: عربي، أمازيغي، خاوة خاوة، لا قبيلي، لا شاوي، لا عربي، لا مزابي، لا ترقي، خاوة خاوة، لا تفرقهم عداوة. وأجمع الجزائريون على أنه محاولة لاختراق الحراك وزرع الفتنة، بث الفرقة والبغضاء بين الجزائريين، كما رددت شعارات قوية ضد الطغيان والظلم تنعى فيها الرئيس المصري محمد مرسي وتندد بطغيان عبد الفتاح السيسي: الله الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، والسيسي عدو الله. مرة أخرى يؤكد الحراك على سلميته، وحدته، وإصراره على مطالبه بيتنحاو قاع. مشاهدينا الأفاضل، نبدأ بفرقة فتح الخطوط، وقبل فتح الخطوط يعني نترككم مع هذه الأغنية الجميلة لرابح درياسة، ثم نعود.
مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم مره اخرى. سميني شرقي، سميني ترقي، سميني قبيلي، سميني وش حبيت، انا جزائري. اذا نفتح الخطوط، نبدا بالمكالمه الاولى. موسى من كندا، اخ موسى مرحبا بك، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بك خويا الزول فلاوي. اهلا خويا موسى الزول. يا خويا راح نتكلم برك قضيه درابو، قضيه مصر، قضيه واش راهي صرا في الجزائر. نعم. هذا كي درابو تاع الامازيغ مش وقته مزال. كما السيد اللي حكى صباح على الفيدراليزم هنا في الكيباك في كندا. كيباك كيباك في حد ذاتها مازال مستعمره تاع لي زونجلي، مازال هما عندهم عقده نقص في اللغه الانجليزيه، كما احنا عندنا عقده نقص مع الفرنسيه. مازال ما تحررناش من اللغه الفرنسيه. نتكلم على هذه برك، حنا دوك مازلنا ما نحددش نظام فيدرالي، حنا عندنا مشكلة تاعنا هي مشكلة جزائرية. لازم نحلوها في بعضاتنا خوا خوا. وحنايا وحنا الجيش تاعنا والشعب تاعنا، وحنا الجيش تاعنا ماهوش كما قال هذاك الولد الصغير، الجزائر ماهيش سوريا، معناتها هي الشعب الجزائري ماهوش شعب سوريا، والجيش تاعنا ماهوش جيش سوريا، الجنرال تاعنا ماهوش جنرال مصر وماهيش جنرال سوريا. إن شاء الله نتفاهموا في بعضاتنا ونتصالحوا باش نسكموا بلادنا ونروحوا لقدام. ما نبقاوش نكريو في حوايج نعرقلو ونقعدو في متاهه ما نخرجوش منها كاع. درنا حفره كنا في سيركل فيسيو تاع بعدين دو ديمونسيون، دوك رانا خلقنا سيركل فيسيو تاع ثلاث ابعاد، ثلاثي الابعاد، معناتها رانا في حفره ذات ثلاث ابعاد ما نخرجش منها كاع. لازم نتفاهم، لازم نتصالح، لازم في بعضاتنا. دوك احنا واحد كي نتهجموا عليه نزيدو نتهجمو عليه اوتوماتيكمون في الرد تاعو هو الدفاع ولا الهجوم ولا هكذا. احنا ما نتهجموش، لازم نلقاوها خطه سياسيه ذكيه كان نخرج من الازمه تاعنا. وحنا الازمه تاعنا عشناها بكري وحنايا نهاجمو وقاعدين فيها، ماناش خارجين منها، لاننا قاعدين نهاجمو اوتوماتيكمون الاخر يقعد يدافع. لازم نلقاو حل باش حنا درك نربطو هاد ونديرو قضيه امازيغ. انا امازيغ هذه باينه، حنا الجزائر كاع راهي امازيغيه، كاع امازيغيه. وزيد كاينه حاجه الجماعه اللي هزوا الدرابو تاع الامازيغ هنا في الكيباك، انا ننصحهم روحوا علموا ولادكم القبائليه من بعد هزوا الدرابو. ولادهم الكل يهضروا معاهم بالفرنسيه هنا في الكيباك، لا ماجوريتي كاينين الفحوله، حتى ماشي غير القبائل، لا حتى العرب يعلموا، حتى الجزائريين، حتى الاخرين، وي مش غير القبائل، حتى الاخرين. هاني معاك. نو انا مشكل يعني الجاليه تاعنا في مشكل الجاليه تاعنا كامل في اوروبا، وليس فقط القبائل اللي في كندا، كامل يعني في المانيا، في انجلترا، في هذا مشكل الجاليه وماشي غير الجاليه الجزائريه، يعني لا غالب كيزيدوا تما يتكلموا باللغه تاع تما في المدرسه نهار كامل وفي الشارع وكذا، دونك بزاف يعني قليل اللي يتحكم في هذا الشيء. ولكن ليس هذا هو الموضوع، نروحوا مالا عن مكالمه اخرى. محمد من بلعباس مرحبا بك يا محمد. زول فلاون. زول اجمتنا. واش راكم لاباس؟ شكرا على القناة الجزيرة على هذا إتاحة الفرصة للمشاركة معكم. تعليقا على القناة المغاربية الأخ محمد. شكرا. تعليقا على الأسبوع الجمعة 18 التي خرج فيها الشعب الجزائري ليعبر عن وحدته ووحدة مصيره ووحدة ترابه والأخوة التي تجمع الأمازيغ والعرب وكل الطوائف الموجودة في الجزائر. والحمد لله يجمعنا الدين إن شاء الله والوحدة التراب. أعتقد أن القرار الذي جاء من قبل قيادة الأركان بمنع الرايات الأخرى، أعتقد أنه جاء من ضعف للبصيرة والنظر السياسي ونقص الخبرة من هذه القيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك 70 عذرا. نحن سنلتمس للقائد الأركان عذرا، ونعتقد ان نيته حسنه، يريد لم شمل الجزائريين ووحدتهم، ولا نذهب الى الاتجاه الاخر حيث يظن الاخرون انه يريد التفرقه ونشر العداوه. سنحسن له الظن، نعتقد انه احسن الظن، الا اننا سنظهر للشعب اجمع بان الانظمه الشموليه والانظمه دول العالم الثالث المتخلفه كلها تقع في ورطة مع شعوبها وتتحدى شعوبها بأي طريقة لاستمرارية بقائها في السلطة
والحكم والتشبث بالحكم، ورأينا ذلك عبر شعارات الزعماء في السبعينيات، الزعيم الأوحد الذي لا يقهر، الذي هو الكل في الكل، إذا غاب ذهبت الأمة، وإذا حضر كانت الأمة بخير وعلى أحسن ما يرام. والله ما رأينا إلا ضياع القدس وفلسطين والأمة العربية والإسلامية في عهد الزعماء وفي عهد النظام الأوحد والنظام الشمولي. ولهذا وبصفتي مترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أفريل الماضي والتي ألغاها النظام في اختراق سافر للدستور، أدعو الشعب الجزائري إلى الوحدة، أمازيغ وعرب وأي زعما طوائف الجزائرية المشتركة إلى الوحدة، اليد في اليد. هدفنا هو التغيير الجذري لهذا النظام والذهاب والسمو ببلدنا العزيزة الحبيبة إلى مصاف الدول المتطورة. لا يجب أن ندخل. شكرك خويا محمد بالعباس، أعطينا لك فوق وقتك. وردية من تيزي وزو في الانتظار، مرحبا بك وردية. عليكم. حبيت ندخل شوية في الكلام تاع قايد صلاح. بزاف عطينا له قيمة في كلامه هذا الشخص، نورمالمون مرفوض شعبيا، ما لازمش كامل يهضر. الجزائر درك الجزائر بروبليم تاع الجزائر أي بين أيدي العصابة، يتلاعبون بهذا الوطن. ما لازمش نطيحوا في فخ الإمارات، هما اللي يسون ديغيغ سو بروبليم تاع الرايات تو. اليد في اليد يا الشعب الجزائري باش ندمروا هذه العصابة. الجزائر حكموها أعداء الوطن، فيقوا يا الشعب، رانا متحدين، لازم نقعدوا متحدين. الجزائر في خطر، لا للفتنة لا للتقسيم بسبب الرايات. خلونا من هذه التفاهات يا قايد صالح، كلامه مرفوض، أفكاره مرفوض، فخامة الشعب الجزائري رانا لازم نفيقوا باللي كرانا في ورطة في الجزائر. خلونا ما عندش كامل حقنا وما يهدرش كامل قايد صالح. أمازيغ ولا عربي على فانا كامل دي زالجيريان. خلونا من هذه الفتنة. شكرا المغربيين، نحبوكم كامل، يعطيكم الصحة. شكرا. احنا تاني نحبوكم. نروحوا عند زيتوني، مرحبا بك زيتوني من برج بوريريج. أهلا الحاج زيتوني. زيتوني وي مرحبا بك. نعم تفضل. مرحبا خويا. اهلا بالناس برج بوريريج. هاك على المباشر الاخ زيتوني، قلنا كيفاش كانت الاوضاع البارح في برج بوريريج؟ البارح كانت الدعوه ناقصه شويه. اها سمعت. اها واش هو مانيش عارف، سخانه ولا الضوء غادي يدوخوا ولا مانيش عارف. نعم نعم، وكيفاش كانت يعني؟ كيف كان الرد؟ ما وشنو هما كانوا، واش كانوا الرسائل تاعهم؟ والرسائل تاعهم شوف، على بالك احنا عندنا في البرج الناس تبعت البقره. الناس شراوهم بالبقره، واللي بقاو يناضلوا مازال يناضلوا على كونتر القايد صالح، كونتر النظام من بكري، وما كونتر النظام هذا. ايه وحنا كاع رانا خاوه. نعم. ماذا؟ حنا كاع رانا خاوه، قبايلي عربي شاوي تركي نظامي شلحي، ما كان واحد يزيد على واحد. والاسلام كاع رانا مسلمين. ما كانش واحد يزيد على الاخر، وإلا بغاو النظام هذا يطيح لازم نكونوا يد في اليد. وإلا ما بغاوش النظام يطيح يعسوا القبائل، قول لهم القبائل رجال جامي عمرهم لا ركعوا. الو نسمع فيك زيتوني، كمل كلامك خويا، نسمع فيك زيتوني. ايوا قلت لك يا خويا احنا كاع رانا مسلمين، وإلا قايد صالح هذا دار اللقطة هذه تاع القبائل باش ينوضها، لازم العرب يكونوا فاطنين، ما يبقاوش توجور على الطرف. نوضنا على الاسلام داونا للحبات، نوضنا على الديمقراطيه داونا على الحبات. بوز ما لقاو، هذه هي الورقه الاخرى اللي بقات له، بقات له الورقه هذه بغاو يستعملوها. راه النظام راه طايح على ربي ان شاء الله.
نعم شكرا لك، نشكرك زيتوني من البرج كنت معنا. نولي ولتيزي والزمال عند محمد في الانتظار، مرحبا بك محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كاع اللي يسمعونا على بالك، أنا شغل ما نعرفش نهضر بزاف العربية، دونك كتبت شوية ورقة نقرا. مرحبا، اللغة اللي حبيت تهضر خويا، المهم تكون جزائري. إن شاء الله. بون، الشعب الجزائري يعلم بأن في وقت فرنسا استخدمت عقلية هذا شوي هذا قبيلي وهذا ترقي حتى 1962، وبعد 1962 استخدمها أولاد فرنسا حتى 2019، والأذل من ذلك استخدمت اسم جبهة التحرير الوطني حاشا جبهة التحرير الوطني الحقيقية. أما بعد 22 يوجد عقلية واحدة وهي الجزائر للجزائريين، ولا يتزايد جزائري على جزائري آخر، لأن كل الجزائريين حاربوا فرنسا. وأرجو من الله الفتنة الأخيرة بين الجزائريين التي حصدت كثيرا من الأرواح من الشعب وأولاد الشعب من الجيش، هي العشرية السوداء. والحمد لله الذي نجانا من القنبلة الأخيرة التي زرعت لضرب وحدة الجزائريين واستقرار الجزائر، لضرب الهوية بمنع الرايات الأمازيغية في المسيرات، رغم أنه حق دستوري. وأرجو من القيادة العليا الشرفاء أن يدرسوا القرارات قبل إصدارها، وأن يمنعوا كل محاولات ضرب الوحدة الوطنية واستقراره. والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك، نشكرك اخ محمد نتيزي وزو. قبل ما نكملوا ناخذوا المكالمات، نروحوا نشوفوا بعض الفيديوهات اللي ما قدرناش نجوزوهم لكثرتهم، يعني كاين بزاف منهم. نروحوا نشوفوا لومبيونس في العاصمه كيفاش كانت، واش من شعارات كانوا البارح في الجزائر العاصمه. نبداو فيديو الاولى ملا بعثها لنا محمود، تفضل. Thank you.
إذن هذه كانت بعد الشعارات اللي كانوا في العاصمة وفي الكثير من الولايات. الجمعة 18 البارح 22 جوان. إذن نأخذ المكالمة الأولى. فريد مسوقتوين مسوقتنين، مرحبا بك فريد. ولاية بجاية. مرحبا بك فريد سيف جيت. فريد على المباشر راه؟ اه اخليك سريع ذا اون ديريكت. فريد؟ وي مساء الخير. تفضل اسمعني من التليفون، اسمعني من الهاتف اذا كان ممكن. فريد ما نش نسمعوا فيك اذا كان ممكن تعاود الاتصال. شريف من فرنسا في الانتظار. مرحبا بك شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عزوف الأول. عزولك ما أخويا، أنا بغيت ندخل البرك. مرحبا. بغيت نقول قايد مصلحة هذاك نهار لفلان ولوراندي دي فوايو جابوا الكادر لاكوبول يدوسوا شكون يسلم عليه. وين كنت؟ وقت بين نارك تحب الوطن بين روحك مجاهد جنرال تاع قطر تاع السعوديه تاع الامارات، ما عندكش الدرس درنا لينا حنا ونبغيو الوطن نبغيو الجزائر نصوم ناسيوناليست. عندنا ثقافتنا نحاربوا عليها، ماشي انت اللي تنحينا الرسم تاعنا. يا واحد الكلب. لا لا شريف لا، ما نسمحلكش تقول الكلام هذا فريد. شريف ما نسمحلكش تقول الكلام هذا. اخي تمد رايك بكل احترام العام، لكن بالكلام هذا المعوج حتى وكان وش كان هذاك الشخص. نعتذر مشاهدينا الافاضل، نروح لمكالمه اخرى. اذا سعيد من ميلا، مرحبا بك يا سعيد. سعيد سعيد من ميلا. سعيد من الجرام جوجا ميلا. مرحبا بك يا سعيد. اهلا بالسعيد وبناس ميلا يا اخويا، مرحبا بكم. حبيك الخير ان شاء الله. راك على المباشر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفاش كانت البارح في ميلا؟ سعيد من الجرام بوغا ارض الشهداء. اهلا اهلا بك وبناس جرام بوغا وناس ميلا يا اخويا، قلنا كيفاش كانت الاوضاع في ميلا البارح؟ والله الحمد لله على كل حال. وشنو هما كانوا الرسائل وشنو هما لي ميساج اللي كانوا؟ حبيت نتكلم عن النظام الفاسد هذا. تفضل مرحبا. لان خلاو هذه الارض الشهداء عندنا احنا جرار مقوقة وعندنا مسعود بوجريو شهداء كرام. النظام البوتفليقي هذا هو محور الشر. ايه الو نسمع فيك يا خويا. النظام البوتفليقي هذا هو محور الشر نتاع البلاد، والشعب الواحد والشعب الواحد بإذن الله سينتصر. ارحلوا يا عصابة يا أخوانا، لا يشرفنا أن تكونوا جزائريين، خنتم وطننا. الشعب يتبرأ منكم. الشعب يتبرأ منكم. خداع من خداعكم. شكرا لك شكرا لك خويا سعيد، ماش نسمعوا فيك مليح. احنا نروحوا عند ابراهيم من بجايه في الانتظار. مرحبا بك ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، صحيتك ما؟ كنت هضره في بلدين، كنت نروح نخدم لا مارش بالجزائر كوم دابيتود. الحمد لله تعدى لا مارش تري تري بيان ما شاء الله. فرحه مليح مليح الشعب في الجزائر وين كيبات بيد الله. روح انت روح سبيسيالمون باش انا نبدا درابو المزيغ. ايه خاطر كي طلع يبارا لقيت صالحيه يقراك درابو المزيغ كان كيرجع. أخذيني إنسان. ألو ألو. نعم نسمع فيك. بغيت أنا أخذيني القايد صالحي إنسان واش درابو يقدم.
يعني نعلم كوني مين ما يبغى في نسبيتيه في البروبليم خاطر انت ان تصدر وقت يهضر في الضرب ابراهيم اشو كيضران واش صرا لك بالضبط اشو كيضران يضر لهم قلنا صح صح تبعنا لابوليس كتلنا بغا نركش الدرابو الحمد لله يعني كوني ريزيستي ديف جايات ها ديف جايات خاطي الجزائر انت قلنا صح صح توجور تروحوا للجزائر العاصمه نروح نخدم لي مارش دينا توجور شاك فوا كوني ساعه لي درابو مقريت تقول لي كيف نسلي درابوني شاك فوا عنونا كيان كيان نكسلو زميرنا راه مي الحمد لله يظل لي فرحان مليح مليح باش الشعب الجزائري وكي تداد القبايل خوا خوا الحمد لله ان شاء الله ان تغلي سواكايا ويعطيكم الصحه. صحيت ابراهيم اكبنت نشكر مدام ويحكي ابراهيم من بجايه قال لك انا كل جمعه نحبط العاصمه قال لك حقرونا وسيوي نحونا الاعلام نروح نشوفوا الفيديو ايضا فيديو من العاصمه كيف كان القمع كيف كان القمع يعني وسيوي الكثير خصوصا نسار رجال باش ينحوا لهم اعلام يعني بخصوص اعلام الامازيغ يعني ما مسوش العلامات تاع الجزائر ولكن البارح كان قمع وكانوا فيديوهات كثيره هذه من واحد من الفيديوهات اللي وصلونا روحوا نشوفوها وجده محمود فيديو من العاصمه كما تشوفوا صور واضحة يعني الشرطة تنحي وداو علامات في يدهم الشرطة بالعلامات في يدهم نحوا منهم بالقمع يعني وحتى كان فيه مناضلين وكانوا في المسيرات البارح وين راهم مازالهم موجودين في مركز الشرطة واليوم يقولوا بلي حيجوزوا يعني للمحاكمة إذا نأخذ سعيد من بجاية اليوم في الانتظار اسمح لنا سعيد خليناك تستنى مرحبا بك يا سعيد أكما نعم سعيد بومرداس اهلا سعيد خويا بومرداس يعطيك الصحة بارك الله فيكم مرحبا بك اسمح لنا وهذه القضية هذه نتاع القضية هذه نتاع العلامات هذه وكاع ايه راك تسمعني نعم نسمع فيك قلت لك هذه القضية نتاع العلامات هذه ولا البوليس يدخلوا ينحيوا العلامات وهذه وهكذا كاع هذه أوامر من الإمارات هذه أوامر من الإمارات القاي صالح باش يخافوا خافوا الأصالة الأمازيغية خافوها وحنا شعب واحد عندنا راية واحدة اللي تجمعنا حقيقة ولكن كاين أصالة كاين الوطنية وكاين الأصالة وجماعة هذو تاع الإمارات وفرنسا والروس هذو إيزون ميزي أن باكي على الجزائر باش ما تخش في الديمقراطية وهذو اللي راهم يقولوا علامة تاع الفرشيطة هذو تاع كلوشهم هادو يضربوا على كلوشهم موالفين بكلوشهم موالفين مع السيستم ياكلوا ودوك يقول لك فرشيطه باسكو راه مع كلشو هذه هي راه يقول لك رد 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 مي ما نساش نروحوا باللي هذه اصاله ويقول مثل ينكر اصله هاو باين حاشا المستمتين كاع حاشا اللي يسمعوا كاع وقضيه قايد صالح هذا قايد صالح حتى تيلي كوموند من الامارات يا خوتي لي زالجيريان ما تسمعولوش الحراك يكمل وحنا رانا مع الحراك الحراك يكمل حتى نلحقوا الرغبه تاعنا والرغبه تاعنا هي حاجه الاولى كاع حاجه الاولى كاع كانوا هما يقولوا هجره الادمغه وحنا نقولوا عوده الادمغه باذن الله باش نبنيو الجزائر فهمني خويا نسمع فيك خويا نسمع الور دون سو سونس لا كاين توت ان سيستيم كي ديريير لو ريدو هم خافوا الشيء هذا خافوا لينيتي الجزائريين خافوا لينيتي الجزائريين وانا نقول هكذا من بومرداس وامازيغي حر وجزائري حر عندنا رايه واحده وعندنا اصاله
وهي راية الأمازيغية. وقول الجزائر الجزائريين يا خوتي ما تدخلوش في اللعب، ما تدخلوش في اللعب، الحراك يكمل وبإذن الله أفون لو 9 جويي هذا، وبن صالح يروح بإذن الله، والبقات كاع يروحوا بإذن الله، وندخلوا وندخلوا في في في, في الانتقال وعودة عودة الأدمغة، ويشاركوا الجزائريين لأن هما عندهم حق في الجزائر هذه. شكرا شكرا خويا سعيد من بومرداس، نشكروك. نروحوا لتيبازا عند حمزه. مرحبا بك حمزه من تيبازا. حمزه من تيبازا، الو. نعم خويا حمزه، السلام عليكم. نعم سيدو حمزه، نسمعوا فيك. ها نعم، منينك حمزه؟ وي هاك على المباشر، منينك؟ تيبازا. تيبازا تفضل لك على المباشر. اذا حمزه من تيبازا، ما غلطناش فيك. انا بغيت انا نطلب من الشعب الجزائر من الشعب الجزائر يرفض قضيه ضد قايد صالح، ضد قايد صالح في الخطورات الكلام تاعو، حب ينوض الحرب في الجزائر. هذه هي هذه الخطوره، هذه يلزم نرفعوا عليه القضيه، نرفعوا عليه القضيه في الجزائر، ولا ما كانش طلعوا للراي، نروحوا للراي. هذه خطوره كبيره، خطوره كبيره، هذه تاع الرايه هذه خطوره كبيره. حب ينوضوا الحرب في الجزائر كما سوريا، كما حب يولي، حب يولي السيسي تاع مصر، حب يولي السيسي تاع مصر. هذه هي. والشعب الجزائري ما يقبلهاش. نعم. احنا ما نقبلوهاش. ما نقبلوهاش. نعم. هذه هي، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا حمزه اخي من تيبازا. نروحوا لبجايه عند مجيد في الانتظار. مجيد مرحبا بك خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مهزول في الاول، نشكر مليح مليح لاشين كي المغاربيه. يعطيك الصحه يا جماعه. كي نو دون لوكازيون دو نو زيكسبريمي ليبرمون. فهمني فالك ربي طاس طاس. صحيت. يمكن كريم سلينا في الدينير هذا هو يكينا نوتر بوفوار ريبريمي سا بوبيلاسيون دوبوي 1963 سي 63 إيفران إيفران إيجو زازايري لو بوبل إيفران إلا في أون ديفيزيون ديال لو بوبل ألجيريان وكي ذا قبايلي وكي ذا شاوي وكي ذا مزافي وكي ذا تركي سي فو تو سا سي دي C'est des arguments, ben j'ai qu'un temps à diviser le peuple. Nous sommes des Algériens, à part entière. Les Chouis, les Arabes, les Arabes, c'est la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est notre Algérie, le Jazayer. Le Wihdana, le Gouina, le Jazayer. Avec le din l'islam, bien sûr, avec le Mazir. فهمتي يا حبيبي؟ راك فاهمه غايك سلا غايك معايا. سلا سلا. نعم اه. نعم كدام. فوالا شوف غير غادي نير سير قايد صالح كي غايشي قارن ولاش تعلمت مزيغن دي لي مارش دي الجين غاني غاني كنشكرا مليح مليح دي ريجيون ارابوفون كي اون بروندي لو درابو امازيغ، لو درابو امازيغ لونيفيكاسيون سي لونيون ماشي لا ديفيزيون نو. Le peuple, c'est-à-dire les régions arabes qu'on a qui, tout là, ça commence, commence à comprendre le jeu du système. Allô. Excellent, Agma. Tu as ça, Majid. Ah non, mais c'est là que tu maintenant, Majid. Voilà ce que je veux dire, Nkini. Mais là, dans nos chemins, là, c'est le mauvais Agma. Après, là, on se bat ici, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps nous نو بيرمي با انا ما نو كوني مازال يقرا بغير هذا خمران ابيل وبيبل الجيريان يقرا غادي يفشل ويقرا غادي يفشل كل يجمع كل يجمع غادي نفغس على تبريد اتونسيون اتونسيون باسكو في يوكان انا غادي سي خامون بقى على خير في لنا صحيت اكيد نشكر مجيد سيف قايث نعدي نروحوا عند عبد الرحمن من قسنطينه ناس قسنطينه مرحبا بك مرحبا بك عيسى تحية إليك شكرا أخي كيف كانت الأوضاع البارح في قسنطينة؟ والله يا خويا تبعتكم أنا ناس قسنطينة درتوا حالها البارح
هلا هلا لا تبارك الله. كانت رسائل قوية يا أخوي. الله في القمة. صحيح. في القمة وإن شاء الله دائما احنا في القمة ك 48 ولاية. صحيح. كانت الجزائر. نحيي قناة المغاربية الحرة. شكرا. ربي يخليها. ونحيي فخامة الشعب الجزائري، فخامة الحراك، فخامة الطلبة والسليفة الجزائرية. وفخامة الجالية الجزائرية في الخارج. ما بعد هذا احنا برك راح يدخلونا في حاجة اللي راهية تاعنا. احنا كلنا أمازيغ، كلنا أمازيغ الغير اللي ما يعرف التاريخ. كلنا رانا جزائريين عربنا الإسلام. هذه معروفة. واحنا من الإعلام احنا رانا معاه. الإعلام هو هذاك وهذيك الهوية تاعنا. نفتخروا بها اسمع وما يفرقوناش بهذه. احنا خوا كلنا. ما انت خويا؟ نعم خويا نسمع فيك. احنا خوا كلنا من الغردايه من الفات من الصحراء من وهران من الغرب من الشرق من الجنوب من الشمال كل القبائل كخوتنا كلنا خوا. بعد ما يقدر يفرقنا. صحيح. ورانا مع العراق دائما وابدا حتى نتحصلوا على المطالب الشرعيه تاع الشعب. مطالب الشرعية تاع السيادة تاع الشعب الجزائري محترم عظيم. ورانا نطالبوا كما طالب الحراك والشعب مرحلة انتقالية برئاسة وحكومة انتقالية حتى تصفي هذا الجرثومة اللي خلات العصابة المتفقية الخاينة السراقة. السر نقيلوا لك نعرفوهم ما يحشموش شكرا لك الأخ عبد الرحمن من قسنطينة. الحاجة من باتنا في الانتظار. مرحبا بك الحاجة. ألو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مرحبا بك على المباشر الحاجة من باتنا. بك عيشك. ألو. مرحبا بك الحاجة. أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمح لي. نعم. صح نقول لك. تفضلي. هذا الراي راه موش عاجبنا. ايه راني 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 شوية حرة. ايه راني مزيغية. الله يبارك. ما نحترش الإعلام هذا الفر. اها. ما نحترش الإعلام هذا الفر. مرحبا بك مرحبا بك. هذو حبوا يديروا الفوضى. ايه وعلاش بصح ما تحتاجيش؟ واش قالوا لك عليه؟ واش تعرفي عليه؟ قالوا لي. ايه. نسمع فيك الحاجة. واش قالوا لك؟ علاش قالوا لك برك هكا ما تحبيهش وخلاص؟ ولا قالوا لك ويدير ويخوفوا فيك ولا سمعتي بالقايد ولا قولينا وش اسمع فهمينا بالك احنا ما على بالناش الحاجة. انا وراثية. خليني نهضر. انا وراثية حرة. الله يبارك. قلت لوراثي شغلية حرة. هذا راهم يلعبوا بكم. هذا راه داروا لكم نش. هذا كي شافوكم ناجحين يشوفوا المسيرة تاعكم ناجحة. إيه. وشافوا الجزائر ناجحة. إيه. راهم بغاو يسدوها بغاو يخبضوها. إيه. قايد الصالح راه وقف معاكم وانتم ما بغيتوا تعكسوا عليه. إيه. هذا راه ماهوش راي. هذا راه ماهوش حق. وراني مانيش انا مع الصفر هذا. إيه. هذا الاعلام الصفر. وشكون داروا؟ حوت على التاريخ شكون داروا؟ دارته فرنسا. شكون داروا؟ انتم راكم غالطين. إيه. ورانا احنا الشاوية رانا معايا قايد صالح. إيه. اليوم وغدوه وغير ودائما وهذا الاعلان هذا. مرحبا بك. احنا ماذا بينا نسمعوا الناس كيما انت الحاجه يعيطونا ولكن الله غالب. كاين حبيبات واحد ولا زوج ولا ثلاثه. بالك راهم غالطين. بالك راهم على حق. ماذا بينا نسمعوا رايك ولكن لحد الان ما عطيتيناش يعني هكذايا دليل قاطع. كي تقولي اعلام تاع فرنسا وهادو حبوا يقسموا بكم الاعلام وهاد المسيره راهي اكثر من 4 شهور وفيها الرايات هادو. علاش اليوم خرج القايد يقال لكم باللي الاعلام ماشي ملي 4 شهور ما دار حتى مشكل الرايه هذه ما كاش ما شفنا حتى مشكل. علاش حتى اليوم 4 شهور يعني ما صرا والو بالرايه والرايه معروفه هذه سنوات في الجزائر ما دارت والو هذه الرايه على هي اللي نهبت البلاد الرايه هذه وعلاش اليوم خرج القايد يقول لك الرايه والرايه تاع فرنسا وكذا بدون ادله وكيما راهم يحكوا يعني في الفيسبوك وهذوك جماعه الذباب يعني قليله اقليه كما قال القايد هذو الذبابات
شكرا لك الحاجة من باتنا. قبل ما نروح ناخذ مكالمة أخرى روحوا نشوفوا الفيديو جوستومو من باتنا، روحوا نشوفوها. واجد الأخ محمود، كيف كانت الأوضاع البارح في باتنا؟ مسيرة اليوم بباتنا لم تجد عن سابقاتها لولا بعض الانزلاقات والمناوشات واعتقال مس بعض المشاركين. هنا نلاحظوا كل جمعة يديرونا فتنة، يديرونا حاجة يلتونا بها وينصونا، ينسونا على الموضوع الأساسي تاعنا. احنا الراية الوطنية هذه رانا وكل متمسكين بها، هذه ما فيهاش نقاش ولا حتى يعلمونا دروس. وبصح الراية الأمازيغية ثاني راية تاع شمال إفريقيا ما عندها حتى ضرر بالنسبة للوطن. الشعب الجزائري شعب واحد، عربي أمازيغي يكون وش يكون، شعب جزائري. احنا الراية الوطنية هي التي تمثلنا، نحن كوطن تمثلنا الراية. أما باش نفرقوا احنا بين الراية الأمازيغية وهذه، ماهوش وقتها باش نديروا الفتنة هذه. مسيرة وعلى المشاركين فيها، إلا أن شعارات اليوم كانت رسائل موجهة لنبذ الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. نطالب بإطلاق سراح إخواننا الذين اعتقلوا قبل قليل. نعم نحن مع كل جزائري مهما كانت ثقافته ومهما كان اتجاهه ومهما كانت الإيديولوجية. وكالعادة استطاع العقلاء من مؤطري الحراك البطني من إخماد بعض الاندفاعات. قال لك ما عنديش حوار مع الذيابه بعد، كش ما لقيت الذيب يتحاور مع الخرفان خويا. والو. ما كانش، خرج الذيابه نتاعك يبقاو الخرفان في بعضهم. احنا خرجنا على جال النظام فاسد، احنا رانا نطالبوا بسبعه وثمانيه، اما هذا السيناريوهات بروتوكولات لتشتيت الشعب هذا ما كان. حراك ولو تشتت داخليا، الا ان الهم الاكبر كان الجزائر لاخراجها من هذا المنعطف، خاصه وان الخلاص من الباءات المتبقيه لم يجد طريقه للتجسيد بعد. الحجة إن شاء الله تكوني تشوفي الفيديو هذه وشفتي الأحرار في باتنا وشفتي وش قالوا على الإعلام هذا، إن شاء الله ما يغلطوكش إن شاء الله، وتراجعي روحك وتشوفي وتقرأي للصوار وتقولي لبنتك تقريك تاريخ وتبحتي على الإعلام هذا، وكل وش كنتي تحكي يعني هو كلام على الفيسبوك فقط. إذا مع هذا نحترم رأيك الحجة ونشكرك اتصلتي بنا. نروحوا عند الهادي من بوزقان اللي هو في الانتظار، اسمح لنا الهادي خويا. امس الخير يا مخلوق. امس الخير يا جماعه. ابو زالي بيان. الحمد لله في سال خير. زعما منك كي نشرح مليح. لا نعم. تمشي فرحه مليح مليح كصبحي كيما الله يبارك فيك نوفا. متشنو كلاو لنا متشنو كلاو لنا باللي خدمة أثنين صرار أثنين جناش غش ولا شيء كن ذي قراوني سكن يوم سينما نسكتوني أين صرار كن ذي جين أين رام ذي جينير تبا أسجل طلع يحمل أحد من كن صار تمزول تمزول هذا راس كيس صنع إذا قد زرنا يزعل يا بدي ذلك المقطع كتر كتر فريزا دوزان كتر فين دوزان كتر فريزا نقر ذي العمر نسان لي جون سالي جينيرو مزيت سالي جينيرو شي دي كادر غران تهمن ريت فنان كان كين تايلق نهدف ربي هذه روح هذه شتافو هذه روح هذه قيم هذه عيش سمع عيشيس لهنا ويخدمنا الفتنه قال لي زالجيريان نكون نسال قبيل ما كراسي قد نوسا ولاش ندرى نروح اني درى نروح اني 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 كاع انت جيت تمور تمنا انت درى بوي كيني ريكو كا كيني تا كي كان زوال مثلا كان تفكير حاج كان تفكير حاج تا كي كان زوال اي غرس زوال دار التونيس لكن اسكي يغرانا ويغرانا اسكي يفهمنا ويفهمنا إلى قد يصار باللي الضرابو يا جير دي عيبة دينا ولا جير ماذا الفرقك بغات يخدم جير أنا نكون فايس المثال نقف الإسلام ونأكسبت الإسلام ونأكسبت العربيتي نقف ليت دي أنت أساقيني وشن هو لو أنا ساعة 65 سنة في العمر أيو ساعة 8 وراويو ساعة 5 وراو وراويو دونك أساقيني
إلا قلكم نعم قلنا تري عيب في الناس جاي تصلى اللي عيب في الناس وقبل هذه الشرعين زوري قال قد الشرعين مانيس تواغي تنطحيتي كذكس تواغيين يا إضانك للجير 120 كركاس الديكادر الديكادر دي ستوديو يمكن غف غف ويمكن تجيب ينغال جاي تصلى حق الجرباتي يمكن غال 120 مدن صحيت الهادي كنشكرك مثنا الهادي سي بوزقان ثلاثنا نروحوا عند الحاج مسعود من قسنطينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك ولد؟ الحمد لله الحاج مسعود. شوف وليدي انا نجاوب نبدا تاع بكلام حديث اللعنه استغفر الله الفتنة نائمة نعن الله من أيقظها أيقظها نعم صحيح الفتنة أشد من القتل صحيح ونجاوب الحاجة تعباتنا نقول أنا أمازيغي مقسمطينة بنتي عندكم عند شاوي ما كاش لي فرقنا مع الحاجة كان عميروش من القبائل وإيزري من قبائلي فانسلنا في باتنا الله يرحمهم الشهداء ما نحاج الأخضر بلك ما تعرفيش التاريخ الحاج الاخضر ولا الجوان تاعو الحاج مصطفى بن نوي نسميهم الكمة كلهم مجاهدين على جال الوطن هذا ما كانش لي فرقنا شوف يا الحاجة سقتي ولا تقولي لهم شكون هو إمد غاسل تعرفي وش هو ضربه هذاك جدودنا الاولين خلاص الحاجه هزوا ضربوا تاعهم ضربوا هذاك مي ضربوا تاعنا هو هذاك الاخضر اللي استشهد عليه الحاج الاخضر الله يرحمه والعربي بن بعيدي وبن بولعيد وعمي روش القبايلي وعبان رمضان القبايلي والاخر سميلي لا اله الا الله راح ولا ساميهم الله يرحمهم فرقكم ما احناش ملاح راح يفرقوا بيناتنا نوكلوا ربي اللي يحب يفرق الشعب الجزائري واحد الشعب الجزائري مسلم الاولى اللي لمنا لا اله الا الله محمد رسول الله الثانيه سلمنا الامازيغيه اصلنا والثالثه سلمنا العربيه لوقت قراننا ما كانش لي فرقنا فرنسا ضربت 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 120 قرن وعشرين سنه ما قدرتش تفرق الحاجه سقسي الحاجه ما واش يقولوا وقولوا كان تعود عندك بنتك انا قبيلي نجي نخطبها لولدي والله تعطيها لي عن بالي تعطيها لي تعرفي القبائل واش يسواو وما تسمعوش اما هذوك يقول لك ضافوا فيه فرجيطة قول له هذاك يمثل افريقيا كامل شمال افريقيا او في ليبيا وفي تونس هذاك يعني اصلنا احنا امازيغ بصح مسلمين لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صحيح شكرا لك يا الحاج مسعود نشكره كثير من قسنطينه كنت معنا نروحوا نوليو لتيزي وزو عند يونس قبل ما نروحوا نشوفوا فيديو تاع تيزي وزو يونس مرحبا بك الله يسلمك اخي واش راكم لاباس؟ الحمد لله خويا سؤال عليك. الله يسلمك الله يسلمك حبينا نديروا نعطيو انا بيل زوج ولا ثلاث ملاحظات برك على واش صرا كونترنو الرايه الامازيغيه. اولا الرايه هي ماشي باش نكونوا ديجا متحدين يعني حبيت ندير انا بيل بور تو لي الجيريان باش نكونوا متحدين ماشي شرط نكونوا كيف كيف كاع نتكلموا لغه واحده ولا بيوضه كاع ولا كحوله كاع ولا كي نكونوا فيه اختلاف ومن بعد نتفاهموا ونحترموا ما بيناتنا يكون احترام وكلش هذا هو هذه هي الوحده الحقيقيه. دوزيامون كي تونتان دو فير قايد صالح واش راه يدير؟ هذا ماشي قانون باش تمنع الرايه ما يقدرش يمنع الرايه. امبوسيبل ميم اذا كان يمنعها في باتنا ولا في الدزاير ولا في الاخر في تيزي وزو مستحيل يقدر يمنعها وهذا ما هي الا محاوله باش الناس راهم يحوسوا الناس تلتحق بحركه الماك الانفصاليه خاطش ما يخلي ما خاطش الناس في تيزي وزو ما يخليوهمش يرفدوا الاعلام تاع الماك بهذه لا تونتاتيف تاع لي جينيرو تاع قايد صالح والجماعه تاع اللي يحبوا يفرقوا يحبوا الناس تيزي وزو بزاف الناس يتفقوا بالجماعه هذه باش يجستيفيو لارواحهم اون انترفونسيون تاع لا سيكوريتي كونسيرن لا سيكوريتي ناسيونال كوم دابيتود حكايتهم هذيك هذا ما عندهمش فكري كان عندهم الفيسبوك راهم يحوسوا راهم يشجعوا في الماك كيما راني نشوف فيهم
والسلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. صحيت يونس اكمتنا، نشكرك يونس من تيزي وزو كان معنا. اذا نروح نشوفوا فيديو البارحه في تيزي وزو، المراه كانت حاضره بقوه، المراه الجزائريه في تيزي وزو، وكان الرد للقايد صالح. الفيديو الاخ محمود بعثه لنا. إذن للمشاهدين اللي ما يفهموش، كان رد للقايد قالوا له فهمناك واش حبيت، يا الحكام اللي راكم حاكمين اللي تكرهونا 10 في عينكم مازلنا نكونوا، قالوا للقايد فهمناك حبيت الحرب، احنا ما خفناكش، جينا نقولوا لك باللي رانا متوحدين. كانت رسائل كثيره في هذه الغنيه هذو، من يعني ابرز الرسائل اللي عطاو له في هذه المسيره من تيزي وزو. نروحوا من تيزي وزو الى بقايه عندي هي اللي راهي في الانتظار. دي هي مرحبا بك، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير خويا. مساء الخير الاخت دي هي. صباح مغربي بيان. سؤال عليك الاخت، شكرا. والله الحمد لله تعيش خويا. ما حبيت برك نهضر على المسيره اللي تاع الاخرى لا دغنيير اللي جايه. كانت une grande participation des gens. Les familles بالكثرة ثاني مع leurs enfants, leurs bébés, des femmes.
دي فام بون كاين دي سن هكذا حبيت نهضر عليهم. ايه على الدرابو يا دي كوبل ماريي وين لا فام تدير في الدو تاعها الدرابو الجزائر ولو ماري لو درابو امازيغ دي بيبي دي بيبي اونفلوبي هكا بلي دو درابو سي دي زيماج مانيفيك. Croyez-moi qu'il donna la minute de silence في وسط بجاية تحت النشيد الوطني قسما croyez-moi qu'il y avait des gens enfin personnellement j'ai pleuré لحظة وين الكثير يعني بكى في هذيك الدقيقة tellement on était vraiment choqué par le geste ce qu'il a dit Gaït Salah وين حبينا نروحوا للجزائر جديدة مع سياسة جديدة نظام جديد مؤسسة جديدة يتون افونسي هو راه يدير حوايج نوليو للسبعينات والثمانينات وتفكرنا دونك الثمانينات والسبعينات وين مازال القمع مازال اللغة نهضروا على اللغة تاعنا نهضروا على الدرابو نهضروا صحيح. ايه ومن بعد والله بيرسونيلمون جي بلوغي دونك يافي ميم دي فام اوتور دو موا كي اون بلوغي اوسي. نعم. صحيح هذا ربي معك شكرا اكمل شكر هذه هي ربي معك كنت معنا من بجاية نروحوا للبرج عندنا ربيع راهو يستنى مرحبا بك ربيع قبل ما نروحوا نشوفوا فيديو تاع البرج يوجدها محمود فيديو البرج تفضل ربيع على المباشر اخي. انا ما نقول كلمة فيما يخص هذا النظام هذا منذ ما جاء بوتفليقة أعطي يمدد التعليمات أن كان بلي ولاش اسم ومزيغي هذا يؤدي هذا أن بوست كلي إيه فريد اكسل لها كمل كلامك اكسل لها كمل دوالي كما هذا واسمي جو سوا جيني يخدم على الجزائر كي سما خصني ثلاثة اما تنم قماش يا سيدي سكوبار لنسل سي قرابنا كايني يديك تشمن على الجزائر واسمي جو سوا كلهم تشمن يخمطاهم ها سيدي اسمي سيني قايد مالح حيني نتواغيت يا عجبا انا هذيك حرمة يسلطد لابوليس تصويت انا ذيك كاس مقدم هذا سيد لا نازي سيد لا نازي هذا النازي قديم روح الله يرضيها صغيرة شو تخدم النازية ويني خدمة أكثر من النازية. أمي كيف اللغور ون ذي البرج يظليها أقمتنا ربيع. أنا؟ أمي كيف اللغور لا مارش غور ون ذي البرج يظليها. لا ما سألش دينا ما أخلين ولا راقلين قلت لك. وري لا ليرجي ديرميك. كل يعفو ربي يزيد. وفي غرام مي لان الحبابي فوق خاطر لي مارشي قعدان فوق ماذا مارشي قعدان كايز لي في غرام ولكن حكى لي ويا شوه نحتار نار عاوس نكسر نار لي درابو تري تري بيان لا باس أعطيك صحة يا كنت شكرا يعني كيف إسكار موشا كيني وربع الراندي شمند وحن غي مولا ندرب وتعين مزيخ الحمد لله هي محتر غارة أعطيك صحة كن شكرا تسا أقمت ربيع سي البرج اللي ضدنا كنت معنا ربيع من البرج روحوا شوفوا فيديو البرج إذن كيف كانت الأوضاع البارح في البرج ثم نعود طالب موحدة
خرجنا نهار الاول ضد العهد الخامسه، طورت مطالبنا كاع، عندنا رحيل العصابه، حنا خوا اكل، عندنا مبدا واحد وعندنا طريق واحده نمشيوها، كيما خرجنا في المسيره الاولى نقعدوا في المسيره الاولى. اذا نوليو الباريز عند عمر في الانتظار. مرحبا بك يا عمر. زلم خلوف. زولك مع عمر. امشي لام خلوف. افلاك يسال الخير، صحتك ما؟ انا طريق بيان. جورو ميرسي يا خويا، يعطيه الصحه الحاج مسعود قسنطينه، الركاز العالي، بارك الله فيه. صح. مي بون. كيفاك حسام خلوف؟ انا ميغما. تا في لو فيلم كيس كون افيو بون ديو. ايه. ولدنا طول غار. اها طول غار ايغما. اه لقيت ولد مخلوف. قال انا ربي جو تو دوموند كيس كون افيو لو بيبل الجيريون بون ديو. اون اي 20 اون، اون ما 30 اون، بوكيمون هوبل او بوفوار. Maintenant, celui-là, il est parti. On a un vieillard qui a l'Alzheimer, qui a 83 ans, à Ashhal, pige, je ne sais pas combien. Et il est en train de gérer 42 millions d'Algériens. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et on se retrouve à parler sur les racines, sur un drapeau. Et regarde, Mkhlouf, le virus qu'ils ont injecté depuis 62. Ils ont fait en sorte que le peuple algérien, surtout les Algériens, ils n'avancent pas. Ils resteront toujours dans le déni, dans l'élitisme. Tu sais, le savoir ne tue pas. Le savoir ne tue pas les Algériens. Il y a des aériens. Il y a des aériens. Donc, comment ils font, M. Khalouf? Ils savent que le plus grand choc pour ce qui m'a dit que c'est le Bourge, ils ont créé des Pablo et Escobar, monsieur. Il ne faut pas se cacher la face. Donc, ils savent pertinemment le mal, il vient de. Parce qu'il parle de drapeau amazir. C'est faux. Son but, ce n'est pas le drapeau amazir. Son but, c'est le Kbayel. Parce qu'il sait bien que le mal, il vient d'eux. هما اللي يعطيلو لو اسمو فايقين بالسيستم هذا. حنا لي زوتر دالجيريان كيلكو سوا الشاوي. انا جي 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 شوف لو ديرني الجيريان او فون دو لاجيري كي سوا توشي جو سوي توشي. صحيت اعمرك، نشكرك متى سي باريس. لدينا انه غنروح العاصمه، نروحوا العاصمه عند الاخضر. مرحبا بك الاخضر من العاصمه. مرحبا بك خونا المغاربية. واش حنقول لك، عندي ملاحظة بسيطة برك. تفضل. احنا قلنا شعب الجزائر هو شعب واحد. خرجنا في الحراك منذ 22 فبراير وحنا نخرجوا من اجل اسقاط هذه العصابة، ومن اجل تثبيت الحكم المدني والحكم العسكري. لماذا نعطوا لهم فرصة؟ احنا قضية العالم. نعلم مات عليه كاع الشهداء، مات عليه الامازيغي، ومات عليه العربي، ومات عليه التركي. لماذا ما نكونوش تحت رايه العالم الوطني موحد، حتى ما تكون حتى داري على اي منطقه؟ حتى غادي نقول لك العربي عندي ان نخرج بالعالم العربي، الامازيغي بالامام. اذا لا ما نحوش هذه الذريعه للنظام. اذا كنا حقيقه نحبوا نبنوا دوله مدنيه بدون عسكر وموحده بين اثر تشمل كاع الاطياف الجزائريه. هذه ملاحظه اللي ناخذها بعين الاعتبار ان شاء الله. ان شاء الله. تسمعني؟ نعم نسمع فيك خويا الاخضر، نسمع فيك. يعني هذه باش لازم ما تكونش النظام عنده حتى ذريعه. هذه اتجاه وثاني في المسيره الاخيره، مام الشعب بدا ينقسم. تسمى حنايا خلينا لهم ذريعه بهذه الرايه. لماذا ما توحدش تحت رايه واحده؟ ما تدخل كاع بدم الشهداء من امازيغيين، من عرب، من نجار، من حدود الحدود. اذا لازم حنا نكونوا واعيين ونرسلوا رسائل للمتظاهرين باش يلتفوا تحت رايه واحده، حتى النظام ما تكونش عنده ذريعه. انا باش راني نشوف الحراك بدا يتقسم وبدا يدخلوا فيه بهذه الطرق الملتويه. لا 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 لا، كونترير كونترير، او زاد توحد وزاد كبر ان شاء الله. شكرا لك الاخضر من العاصمه. نروحوا لكندا اذا. مليك، عندنا مليك من كندا. عبد المالك من كندا، مرحبا بك معنا. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كندا ما في خرج اليوم ولا غدوه الحد؟
ولا واش راهو عندكم الان للسبت ولا الحد؟ للسبت. مالك؟ نكمل برك. السلام عليكم. نكمل برك الفكره تاع السيد تاع الجاليه هنا يهضر بال ما يهضرش بالدارجه يهضر بالفرنسيه. نعم. ولادهم صغار. يا بكري صح بكري كانوا تاع فرنسا كي راحوا لفرنسا اللي يقراوا الاولين راحوا الاب جاهل ما يعرفش يكتب ويقرا الام كذلك عندنا ولادهم خرجوا يقراوا فرنسي. بصح الجاليه تاعنا هنا الام تقرا والاب يقرا في زوج يقراوا. بصح حسدوا ولادهم ما حبوش يعلموهم الدارجه والعربيه. شوف الايطاليين البرتغاليين اللبنانيين المسيحيين السوارى كاع يهضروا بالدارجه تاعهم مع ولادهم غير الجزائريين. لا ماجوريتي بصح كاين جزائريين يهضروا باللغه نتاعهم اخرين يهضروا بالفرنسي والقبائل كذلك اللي راهم زعما القبائل زعما اللي هما اللي يتثبتوا باللغه الامازيغيه ولادهم هنا يهضروا معاهم بالفرنسي. ما علموهمش باش انا هذه انا يعني ندافع السي شراه يقول هذه حقيقه رانا عايشينها هنا في كندا. انا كي نشوف الايطاليين البرتغاليين المغاربه اللبنانيين نحسدهم كي يهضروا مع ولادهم بالدارجه. غير تو انا يهضر بالفرنسي عندنا عقده نقص تاع اللغه الفرنسيه. وزيد كي باك فيدراليزم كيف كيما قال كي باك ثاني عندهم عقده مع اللونجلي هم مستعمرين عند ليزونجلي. ما نقارنوش هذه بهذه. حنايا درك الجيش تاعنا ما لازمش ردوا كيما جيش سوريا وجيش مصر. احنا ماناش سوريا وماناش مصر. احنا لازم نتصالحوا في بعضاتنا باش نخرج بالجزائر بالازمه نتاعها. احنا ماهيش جيش جنرال تو انا ماهم جنرال كبرانات فرنسا ماهمش كبرانات ماهمش جنرالات سوريا ومصر. احنا لازم نتفاهموا بعضاتنا باش نخرجوا من الازمه من الجزائر ونبنوا الجزائر جديده. ونقول الشباب يتكون ويتمركز ويشكلوا بعضاتهم باش هما يخرجوا منهم الوزراء والولات ما نبقاوش نتمسخروا حنايا نلعبوا هذا الدرابو هذه هاك هذه هاك. الوقتاش نقعدوا هكذا في متاهه ما نخرجوش منها. شكرا مالك اخي من كندا نشكروك. العاصمه اذا نوليو العاصمه عن زهير. مرحبا بك يا زهير. عليكم السلام. الو. نعم تفضل. مرحبا بكم. ازول في الاول. ازول انا عايز نعطيكم برك حاجه واحده شفتها من قبيله قاعد نشوف في الصور تاع جدودنا. من مدنا عمومتنا كاع عندهم الوشم تاع الزاد هذاك الابازيغ يقولوا له بعض الناس فرشيطه. هذا جاب لي ربي اللي راهم يكريتيكي دوك هاد سوديزون فرشيطه. اما استفزتهم جدتهم. نروحوا لبلادنا نروحوا الخنشلة نروحوا بلاد قبائل العباد اللي هم ضد هذا رمز الحريه رمز الثقافه تاعنا. اما والديهم استفزوهم يغيدوني مساكن يغيدوني مساكن. ولي حاجه واحده اخرى يقولوا على النوفمباريين ونوفمباريين نوفمباريين قتلوهم 62 عدموهم وراهم هذوك هما لي فري نوفمباريين اللي قتلوهم اعدموهم راهم دوكا معاهم. كيما خرجونا في 62 قال لك لي فو مجاهدين معمره هادو هما لي فو مجاهدين مشاو مع العصابه بوندون دي زاني دي زاني دي زاني دوك خرجوا يقول لك حنا هما اللي تعطيكم الحريه حنا هما رجال. طرات لنا في 62 حكاين كان الاف والاف تاع لي فو مجاهدين دوك هما حبوا يولوا يسرقونا لا ريفوليسيون تاعنا. ايوا علاش؟ ونعاود نولي الناس اللي يقولوا احنا يا باديسيين والامازيغيه ضد الاسلام وهكذا وهكذا. يا اخي انا الانسان اللي يهضر هكذا جاب لي ربي راهو ضد الاسلام. راهو منافق. كيفاش اللغه ربي هو اللي اعطاها لي ايه من ايات الله. يجي انسان بسيط يقول لي ما تهضرهاش ما تفخرش بها. هذا الاسلام اللي عطاه لي ربي سبحانه عز وجل واللي عطى لها ايه من اياته. يجي واحد يقول لي لا ما تهضرهاش يقول لك هو كاين يقول لك سي با المومون سي با المومون. لا لا يا اخي الحريه الحريه لا ليبرتي على تو مومون في كل وقت في كل زمان في كل مكان. خرجنا دوك حنا على جال الحريه. هذا الدرابو هذا رمز من الحريه. ماناش نقول هو العالم الجزائري الرسمي منا لا ولكن ماتوا عليه الناس تادي. شكرا زهير من العاصمه نشكرك انقطعت المكالمه.
نبقاو في العاصمة، نروحو نشوفوا فيديو مصطفى بوشاشي المناضل والمحامي يعطي بعض النصائح، وكان استقبال حار البارح في الوقفة في العاصمة، نروحو نشوفوها. محمود بعثها لنا من فضلك. وليد في اليد، لا وليد، لا 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 ما تطرطق على هذه الوعي الكبير تاعنا. اننا نريحهم التحديد. النظام الديكتاتوري في البلاد هذه من الاستقلال لليوم يحب يفرق بين الجزائريين باش يريح، يشد يلعب على التفرقة بيناتنا. احنا ما نطيحوش فيها، احنا متحدين صابرين سلميين باش نحققوا شيء بسيط جدا، اننا البلاد تاعنا الشعب هو اللي يرجع يحكم البلاد. هذا مكان من عشر من حياة الحراك اللي بدا يوم 22 فبراير. انا سعيد ومعتز بهذا الشعب العظيم اللي حافظ على سلمية، حافظ على هذا الوعي الكبير رغم محاولة تفرقة بين الجزائريات والجزائريات والجزائريين، لكن حتى واحد ما نجح، لأن المطالب تاع الشعب هذا مطالب واضحة، هو الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية. على هذه نحيي الجزائريات والجزائريين على هذا الوعي، على هذه السلمية، على هذه الحضارية، على هذا الصبر في الاستمرار إلى أن تتحقق الأهداف كلها. والأهداف اللي طلب فيها الشعب الجزائري هي ليست موجهة ضد أي شخص، هي فقط يريد أن يتحرر ويذهب إلى ديمقراطية حقيقية. بارك الله فيهم جميعا. إذن نأخذ ربما المكالمة الأخيرة. توفيق من سويسرا في الانتظار، مرحبا بك توفيق. توفيق من سويسرا، محمد من باريس، توفيق قطع. محمد إذا من باريس تكون المكالمة الأخيرة، مرحبا بك محمد. الله يعيشك. شكرا. راك على المباشر محمد خويا، تفضل. عايشك. سي جوست بور بارتيسيبي دوبي باري ا سكي سباس ا ألجي، جيمري جوست ابورتي ان بوتيت نوت. Je vais vous parler pendant deux secondes d'une martyre. Tout le monde connaît le prénom Hassiba. Nom du père, Ben Bouali Mchlef. Nom de la mère, Aït Saada de Kabylie. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, l'akh Mohamed من باريس. كانت إذا المكالمة الأخيرة تاع اليوم مشاهدينا الافاضل. اذا وصلنا لنهايه الحصه، التغطيه متواصله الى منتصف الليل ان شاء الله بتوقيت الجزائر. اذا نترككم مع الاغنيه الجميله تاع رابح درياسه، نقول لكم اذا نعطيكم موعد ان شاء الله غدا في نفس التوقيت. السلام عليكم ورحمه الله.